طلع البدر علينا من ثنية علي الله دا أيها المبعوث فينا خيبرن بماشنفاتش بمكفتاتش ويس جعفر وندمي بممتعتو بيتن يوند تدست فالاك عمارو يساتشو زارو تشوست عمست نبيو نمي مسلو سوو تشالو كن نزيوست عندو جعفر نو رضي الله عنه جعفر الجنتوست ملاقان قاسي برن ايو تالو ساقه الله تعالى رحمةً للعالم كنبيو بحالكو جعماني ترقطة فرسني قال لبي اللم نجعفر على تلك سبيلال أبو هريرة تلاكو محدث عهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم القائل رضي الله عنهم ورضوا عنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بوحدانيته مقر بربوبيته والصلاة والسلام على صفوة المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وألهمني رشدي يا سيدي ويا سندي عند تلمدوا يا الله سبحانه وتعالى مجد أمك هنا وما توفيقي إلا بالله ونلك الأحبة وداجو تشاتشين أن الجنان أمي لون تكاثاتي بروغرام كتلالا بزي تكاثاتي كفل عند تلمدوا نعرض صورا من حياة نجوم هدايتي التي نشأت في أحضان مدرسة سيد المرسلين كنبي صلى الله عليه وسلم كنبيات أينتها ከነቢያችን እቅፍ ከሳቸው ትምርት ቤት ተቆጥቁተ ይወጡት ብዙ የነቢዩ ባልደረቦችን እምንዘክርበት አምድ ነው ዛሬ እምናየው ታላቁን ሰሐባ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ይባላል ይህ ትልቅ ሰሐባ ነው ከዚህ ሁዳቻችን ጋር አብረን እንቆያለን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጃዕፈር ሙእታ ከሚባለው ጦርነት ሸሂድ ሆኖ ዱንያን እንደለቀቀ ሰማዕት ሆኖ ምን አሉ رأيت جعفر في الجنة يطير مع الملائكة أنكو جعفر بجنة است كملائك شقاسي بر أبري أيو تلال النبي صلى الله عليه وسلم أستوالك تكنسو قاسي بر جعفر اندي تزيد رجال درس چالة اندي تسود اسلمنا مدى يسلمنا قزوس من مسلال با الله فكاد عورنا نهلا كان في بني عبد مناف خمسة رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الشبه بني عبد مناف است يا نبي صلى الله عليه وسلم قدم آياتاتشو يساتشو زروتشو است عمست نبيون مي مسلو سوتشالو كن نزي وست أندو جعفرنو رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم وكان نبي صلى الله عليه وسلم يقول له أشبهت خلقي وخلقي أنتكو سنم قبارهم قزتهم أنيني مسلال وأنت مني ومن شجرتي أنت كانيو كانيو زاف كانيو زاف هذا اللي هلو تنبر نبيو نمي مسل سو نبر جعفر جعفر يا نبيو يا قوتاتشو يا أبو طالب لجنو يا سيدنا علي علي أبي طالب ابن أبي طالب يساتشو تالاك وندماتشونو كساتشو بأسرا متبلتال كان أبو طالب على الرغم من سمو شرفه في قريش وعلو منزلته في قومه كان رقيق الحال كثير العيال ابو طالب من قريش لي يتكبرت لق درجه بنوراتهم بزو بيت سب يالباتهونا ايكونوميكالي مدكم يالو نبره وقد ازدادت حاله سوءا على سوء بسبب تلك السنه المجدبه التي نزلت بقريش فاهلكت الزرع والضرع وحملت الناس على ان ياكلوا العظام الباليه بتلي دكمو قريش لي عندي الله يلاكو درك نبر እንሰሳዎችን አዝርዕቶችን ያደረቀ ያኔ ሰው የሚበላው አጥ የደረቀ አጥንት
የቆየ አጥንት ፈርፍሮ የበሉበት ዘመን አልፏል። ከባድ ዘመን ይበለጥ ያኔ ደግሞ ችግር ውስጥ ወደቀ አቡ ጣሊብ። ያኔ ደግሞ ከበኒ ሐሽሞች ውስጥ በኢኮኖሚ የተሻሉ የሚባሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አጎታቸው አባስ ናቸው። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ተጨባጭ ሲያዩ ምን አለ? ፈቃለ መሐመዱ ሊአባስ ያ አሙ አንተ አጎት ያሉት ለአባስ ነቢዩ ሄዱና እነ አኻከ አባ ጣሊብን ከሲሩ ልዕያሊ አጎት ወንድምህ አቡ ጣሊብ ብዙ ቤተሰብ ነው ያለው። ወቀድ አሳብ ናስ ማ ተራ ሚን ሽደት ልቀሕቲ ወመደድ ልጁዕ ሰውን ደግሞ የገጠመውን የረሃብ ችግርና ድርቅ ትመለከታለህ። እንሂድና እኔ እናንተ አንዳንድ ልጅ ከቤተሰቡ እናንሳለት፣ ችግሩ እናቃልለት አሉት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈቃለ ለዓባስ ዓባስ ምን አለ? ለቀድ ደዐውተ ኢላ ኸይሪን ወሐደድተ ዐላ ብሪን ወደ መልካም ነገር ተጣራ ወደ ጥሩም ነገር ገፋፋ አላቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሲሉ ነቢይ አልነበሩም፣ ግን ነቢይም ሳይሆኑ የተዋጣ ስነ ምግባር ነበር የነበራቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ثم انطلق حتى اتي ابا طالب فقال له መጡና አቡ ጣሊብን ለሁለት ምን አሉት? እና نريد ان نخفف عنك አንተ ያለብህን ችግር ልናቃልልህ እንፈልጋለን። ከልጆች ውስጥ እኔ አንድ ላዝ፣ መሐመድ ደግሞ አንድ ያዝ፣ እናቃልልህ አሉት። አቡ ጣሊብ ይህን ሳይ በጣም ተደሰተና اذا تركت مالي عاقلا فاصنع ما شئتما አቂል የሚባለው ልጅ የነ አሊ ወንድም አለ የነ ጃዕፈር ወንድም፣ እሱን ከተዋችሁልኝ የፈለጋችሁትን ውሰዱ አላቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሊይን ያዙት ቤታቸው ማደረጉት። ፈለም የዘል አሊዩን ማ ሙሐመድን ሐታ በዐሰሁ ላሁ ቢዲን ልሁዳ ወልሐቅ ፈካነ አወለ መን አመነ ምን አልፍትያን። ሰይድና አሊ ከነቢያችን ቤት ነበር ያደጉት እድሜያቸውን የገፉት የወጣትነት ጊዜያቸውን። ያኔም አላህ ነቢዩን ነቢይ አድርገው ላካቸው። ሰይድና አሊም የመጀመሪያ የእሳቸው ተከታይ ሆኑ። ምን እሳቸው ጋር ባደረጉት ቆይታ ብዙ ስነ ምግባራቸውን አስተለው ነበርና ከአባስ ጋር ደግሞ ጃዕፈር አብለው ቀጠሉ። انضم جعفر بن ابي طالب الى ركب النور هو وزوجته اسماء بنت عميس منذ اول الطريق የመጀመሪያው የእስልምና ጥሪ ላይ አብረው ተሳትፈዋል። ጃዕፈርም እስልምናን ተቀበለ። የእሱም ባለቤት አስማም እስልምናን ተቀብለው አብረው የዲኑ አጋር ሆኖ ገፉ። فقد اسلم على يد الصديق رضي الله عنه قبل ان يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الارقم ነቢያችን ተደብቀው ዳዕዋ የሚያደርጉበት ዳሩል አርቀም የአርቀም ቤት አለ። ከዛ ከመግባቱ በፊት ነበር እስልምናን የተቀበሉት። ከመጀመሪያዎቹ ናቸው ማለት ነው። ወለቂ الفتى الهاشمي وزوجه الشابة من أذى قريش ونكالها ما لقيت المسلمون الأولون ጃዕፈርና ለግላጋ ወጣት ባለቤቱ የቁረይሽን አስቸጋሪ በትር አልፎባቸዋል፣ መከራ ተሸክመዋል። ልክ የመጀመሪያ ሙስሊሞች እነ ቢላል እንደተቀጠቀጡት ሁላ فصبرا كن تاغسوا على هذا لانهما كان يعلمان ان طريق الجنه مفروش بالاشواك محفوف بالمكاره الجنه غدانا بشبو يتطره نو باسچغار يغري تكببه نو الجنهن ادل لماغنيت سيلو الدنيا لي بايماناتشو لي صنو نغير جن بتام ياسچنقاتشو ينبرو صلاتاتشون عباداتشون በሰላም የሚያከናውኑበት አየር ይፈልጉ ነበር። ሶላት ለመስገድ ተቸግረው ዲናቸውን ግልጽ ለማድረግ በጣም ተጨንቀው ነበር። ይህን ጭንቀታቸውን ሳዩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና ምን አሏቸው? እነ ቢልአርድ ልሐበሸቲ መሊከን ላ ዩዝለሙ ዒንደሁ አሐዱን ፈልሐቁ ቢቢላድህ ሐታ የጅዐለ ላሁ ለኩም ፈረጀን ወመኽረጃ። በሐበሻ ምድር ላይ አሉ ነቢያችን ሐበሻን ለሰሓቦች የመሰደጃ ሀገር እንዲሆኑ መረጧት፣ አላህ መረጠላቸው። በሐበሻ ሀገር አንድ ንጉስ አለ፣ እሱ ዘንድ ማንም የማይበደልበት። ወደዛች ሀገር ሂዱ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥሩን እድል፣ ጥሩን እድገት፣ ጥሩን እርዳታ እስካመጣላችሁ ድረስ አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጃዕፈርና አቡ ጣሊብ ያደገበትን ቀየ፣ ወጣትነቱን የገፋበትን ሰፈር፣ ያደገበት የኖረበትን አገር ጥሎ ወደ ሐበሻ ወደ ኢትዮጵያ ተሰደደ። ውስጡ ከብዶት ነበር፣ ግን ለኢማን ብዙ ነገር ይከፈላልና مضى ركب المهاجرين الاولين الى ارض الحبشه ወደዚች ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሐበሻ እነ ጃዕፈርና ከሱ ጋር ያሉ ሙስሊሞች አብረው መጡ። على رأسهم جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين
የነሱ መሪ ነበረው ጃፈር ነው ይዟቸው መጣ واستقروا في كنف النجاشي بنجاشي ጥበቃ ስር ቁጭ አሉ ملك حل عادل الصالح يا فتحوي نغوس نجاشي تتحدث بعدله الدنيا انا ذاك ስለ ነጃሺ ፍትሃዊነት ያኔ ዓለም ተተርክ ነበር ስለሱ ተናዘዝ ነበር በጣም ፍትሃዊ ዳኛ ነበር ፍትሃዊ ንጉስ ነበር ነጃሺ رضي الله عنه الله يودده فتذوق لاول مره منذ اسلم طعم الامن يمرغاغاتن نفاس ያኔ ያሸተቱት በቁረይሽ ዱላ ሲሰቃዩ ነበር የቆዩት አሁን ሰላም ሰፈነላቸው واستمتعوا بحلاوه العباده عباداتهم بس بميل هنا تماكنا ونجمرو منم نجر سعد فرس باتشو منم نجر سعد بلاش باتشو لكن قريشا ما كادت تعلم برحيل هذا النفر من المسلمين الى الارض الحبشة قريش قن نجعفر بزو مسلمو تشنيزو ود حبشا نقبانا حبشا نقصو بسلام لتكبلاتشو سياكو النسو لما مر للاس دباتشو نمعسر جمرو اتلاي تنقلو تشن ماسس جمرو فلنترك الحديث لأم سلمة اسكي أم سلمة يا قريش وچن كنجاشقا لما لا يتدرق واتن دبات شو متدرك لنا لج قالت أم سلمة أم سلمة امتلا لج لما نزلنا أرض الحبشة حبشة مريت لي اندار رفن لقينا فيها خير جوارين تهون تبقين انت كنجاشا قنينا فأمننا على ديننا بدينا لجلي سلام هنا وعبدنا الله تعالى ربنا من غير أن نؤذى منم شجر سايدر سبب اللهم بنس أنا تمجزات جمرن أو نسمع شيئا نكره من تلو من غير سان سمع فلما بلغ ذلك قريشا ائتمرت بنا وأرسلت إلى النجاشي رجلين جلدين من رجالها كسوا أنكر يتبالوا هلت لؤكانوشن ود نجاشي لاكتش لتملساتشو عمرو بن العسننا وعبد الله بن أبي ربيعة هلت لاكتش لؤك درغا نزين سوچ اندي ملسو لاچو عمرو بن العاص نا عبد الله بن ربيعه بزو يهون ستوتاوچن ይዘው መጡ ከዛ ምነጃሽን ከማናገራቸው በፊት የነጃሽን አማካሪዎች ቀሳውስቶችን መጀመሪያ የሚያጓጓው ስጦታ እየሰጡ አባበሏቸው ምን አሏቸው انه قد حل في ارض الملك غلمان من سفهائنا ከንጉሳችሁ መሬት ላይኮ እነዚህ ቂላቂልኛ ልጆች ከናንተ መጣዋል صبوا عن دين ابائهم واجدادهم سيورد سيوارد يمتاو يا اباتي قدمات امنتوچاچون تتو يوطو وفرقوا كلمه قومهم يهزبوچاچون قال يبتاتنو امنت يكفافلو فاذا كلمنا الملك في امرهم فاشروا عليه بان يسلمهم الينا دون ان يسالهم عن دينهم نغوسون سنناغروالو كنجاشي بفيتن نسون يناغراچو ያናገሯቸው ንጉስን ስናናገረው አዎ ንጉስ ስደዳቸው ብላችሁ ሐሳብ ሰጧሏቸው እንግዲህ እነዚህ ሰዎችም ትንሽ ስጦታም ተቀብለዋል እሻሉ ጋለት ኡሙ ሰለማ እንትላለች ثم اتي النجاشي عمرو بن العاص و عبد الله بن ربيعه متونا نجاشን አናገሩት መጀመሪያ እነዛን አናገረዋል فقدم إليه الهدايا قنج قنج استوتا سطاتشو لنجاشي فاستطرفها وأعجب بها نجاشي قرمو ماركوت نزي استوتاوش ثم كلماه فقال كزام أنا قرد مقبعك سطو بحلا أيها الملك أنت نقصوي إنه قد أوى إلى مملكتك طائفة من أشرار غلماننا كنيا شرنيا مطفوي هونو لجوج ودان تقزات متوال قد جاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا أنتم إن أنتم إنيان بما ناكو أديس أمنة متوال ففارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم شوف لا تعلق شون ينيان دين تتو تقنت لو متو كأنتم أمنة تستعلق بهم كنصارى كرستنا وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من أبائهم وعشائرهم لتردهم إليهم وهم أعلم الناس بما أحدثوه من فتنة ودانتم قالوا تلنقصوا هزبوت شاتشو مري هزبوت تلالك أجر من قستاتوش يأجروا من قستوش لكونال ودن يعتمل لساتشو زن النسو النسو فتروت يمتوت المكرة نسو يأكالوا النار قالوا تلنجاشي فنظر النجاشي إلى بطاركته فقالوا فقال البطاركة
ነጃሽም ዞር ብሎ አማካሪዎችና ቄሳውስቶችን ሲመለከት እነዚህ ሰዎች ምን አሉት? ትንሽ ቀደም ስጦታን ተሰጠው ስለነበር صدقا ايها الملك እውነትን ተናገሩ ንጉስ ሆይ فان قومهم ابصروا بهم واعلم بما صنعوا የነሱ እኮ መሪ ህዝቦቻቸው ስለነሱ ከኛ የተሻለ ያቃሉ አሉ። فردهم اليهم ليروا رايهم فيهم በነሱ ጉዳይ የራሳቸውን ውሳኔ እንዲወስኑ መልሳቸው ከኛ በላይ ያሳደጓቸው ቤተሰብ ያቃሉና አሉ። فغضب الملك النجاشي غضبا شديدا من كلام البطارقه وقال نجاشي تقوطا بتا እንዴት እንዲህ አይነት ፍትህ ጎደለው ንግግር ምስክርነት ይሰጣሉ? وقال لا والله بالله ينبني على درغم لا اسلمهم لاحد حتى ادعوهم واسالهم عما نسب اليهم سالترا سالطيقاتهم ياند وجن سمچه دانينت مسطت ከኛ ይተበቀም እነዚህ ሰዎች ጠራቸዋለሁ እነዚህ ሁለት ልኡካኖች እንደሚሉት ሆነው ጥፋተኛው ነው ከተገኙ ሰጠቼ እሰዳቸዋለሁ ካልሆነ ግን ከኔ ጋር ይቀመጣሉ ወኡህ ወአህሰንቱ ጅዋረኩም ማጃወሩኒ የነሱን ጉርብትና አሳምሬ ይዛቸዋለሁ ጉርብትና ይነስከፈልጓል ትክክለኛ ንጉስ ይሄ ነው ካንዱ ግን ብቻ አዳምጦ ፍርድ አይሰጥም ነቢያችንም ለዛ ነው هناك ملك لا يظلم عنده احد እሱ ዘንድ ሰው የማይበደልበት ንጉስ አለ ስሉ ያሉት ለዛ ነው። ካሉት ኡሙ ሰለማ ثم ارسل النجاشي يدعونا للقائه نجاشم ከዛ በኋላ እኛ እንድንገናኘው ላከብን فاجتمعنا قبل الذهاب اليه وقال بعضنا لبعض ከዛም ተሰበሰبنا ከመህዳችን በፊት ተነጋገርና ان الملك سيسالكم عن دينكم فاصدعوا بما تؤمنون به ንጉሱ ስለ እምነታችሁ ሊጠይቃችሁ ነው እውነቱን ቁጭ አድርጉለት ወልየተከለም አንኩም ጃዕፈር ብኑ አቢ ጣሊብ ጃዕፈር ይናገር ተባለ ይሄን ወስነን ወደ ነጃሽ ሄድን ትላለች ቃለቱ ሙሰለማ ثم ذهبنا الى النجاشي فوجدناه قد دعا بطارقته يسنا ما كاريك ساوستوش ጠርቷቸው مدركو የሚያስፈራ ሆኖ درسن فجلسوا عن يمينه وعن شماله كقيك غراو تلالق ሰዎች ተቀምጠዋል وقد لبسوا طياليستهم ካፖርታቸውን ከላይ የሚደርቡትን ካባ ደርበዋል ወአተመሩ ቀላኒሰሁም ጥምጣሞቻቸውንም አድርገዋል መድረኩ ግርማ የተላበሰ ነበር ወነሸሩ ኩቱበኩም بين ايديهم መጽሐፋቸውን ፊት ለፊት ላይ ዘርግተዋል ወወጀድና عنده عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه الذين يقرشوا له كان ابرو زاغنيناچو ولما استقر بنا المجلس التفت الينا النجاشي كذا ንጉስ ነጃሽ ቁጭ ሲሉ ህዝቡ ለሳቸው ሲሰግድ ሙስሊሞች ቆመው ቀሩ የሙስሊም ልኡካኖች ነጃሽ ተገረመና ለጃዕፈር ምን ብሎ ጠየቀው ማለከ ላ ተስጁዱ ለልመሊክ ለንጉሱ ለምን እጅ ማተነሳው ማትሰግደው አለ قال سبحان الله ጃዕፈር ምን አለ ان لا نسجد الا لله እኛ ለአላህ እንጂ ለሰው አንሰግድም አለው قال ولماذاك لمن አለው ነጃሽ قال ان الله ارسل الينا رسولا الله دنيا ملكتنيا لكوبنال وامرنا الا نسجد الا لله لا الله انجي لما نمن دانسجدم يتالاق نبي ياسونا لالو نجاش تغرمه ثم قال نجاش كذا وعلى من قال ليطيقاچو نو انغدي فردون دانينت ما هذا الدين الذي استحدثتموه لانفسكم وفارقتم بسببه دين قومكم ምንድን ነው ሐዲስ ያመጣችሁት እምነት የህዝቦቻችሁ እንዴ እንደተለቀቀ ያደረጋችሁ ወለም تدخلوا في ديني ደግሞም ከኔ እምነት መጣችሁ አልገባችሁም ولا في ديني اي من هذه الملل مريت لي قالوا እምነቶችም ወደ ሌላው አልገባችሁ ከሁሉ ነፃ ያወጣችሁበት አዲስ እምነት ምንድነው አላችሁ فتقدم منه جعفر بن ابي طالب وقال جعفر رضي الله عنه تاريخاوي هون ወርቃማ ንግግሩን ተናገረ የነጃሽ ልብ ማረከ ንግግር قال ايها الملك سموت ታሪካዊ ንግግር ነው ንጉስ ሆይ አለው كنا قوما اهل جاهليه እኛ በድንቁርናው ዘመን የምንኖር ህዝቦች ነበርን نعبد الاصنام ጣዖታትን እናመልካለን وناكل الميتة ሙታንን እንመገባለን وناتي الفواحش መጥፎ የተባሉ ስራዎችን እንፈጽማለን ونقطع الارحام ዝምድናን እንቆርጥ ነበር ونسيء الجوار ጎረቤት ላይ መጥፎ እንሰራ ነበረ ወያኩሉ ልቀውዩ ምና ضዒፍ ጠንካራው ከኛ ደካማውን ይበዘብዝ ይጫን ነበር ወበቂና አላ ذሊከ ሓታ በዓث ላሁ ኢለይና ረሱላ ምና ናዕሪፉ ነሰበሁ
ከዛም በዚ ጽልመት ውስጥ ይያለን እኛ ምናቀውን አንድን ሰው ነብይ ያርጎ ጌታችን ላከለን ዘሩን ምናቀው የተከበረ ዘር ውስጥ ያለ ወስጥቀሁ ኡነተኝነቱን መሐመዱል አሚን የሚሉት ሰው ነበራ ታማኙ መሐመድ የሚባለውን ወአማነተሁ ታማኝነቱን ወአፋፈሁ ቁጥብነቱን ምናቀውን ሰው ነብይ ያርጎ ጌታችን ላከለን فدعانا الى الله ወደ አላህ ጠራነ ሊንወሂደሁ አንድ አድርገን እንድንገዛው ወነዕቡደሁ ሱም ብቻ እንድናመልክ ወነኽለዐ ማ ኩና ነዕቡዱ ናሕኑ ወአባኡና ሚን ዱንሂ ሚን አልሒጃረቲ ወልአውታን ከአላህ ውጭ አሉ እኛና ቀደምት አባቶቻችን የምንገዛቸውን ጣዖታትን ድንጋዮችን እንድንተው አዘዘን ወቀድ አመረና ቢስድቅ አልሐዲስ ተመልከቱት ነቢዩ ስለ ላ ሰለም በዛ 13 ዓመት ቆይታቸው አቂዳ ተውሂድ ብቻ አላስተማሩ ስነ አክላቅንም አስተምረዋል አንዳንዱ ሰው ነቢዩ 13 ዓመት ተውሂድ ብቻ ነው ያስተማሩ ይላል ናም ተውሂድ በዋናነት አስተምረዋል አክላቅ ስነ ምግባርንም እኩል ነበር ያስተማሩት ተመልከቱ ጃዕፈር እንዴት እንደሚል ነቢዩ ያስተማሩት ትምህርት ቀድ አመረና ቢስድቅ አልሐዲስ የአክላቅ ነው እውነትን በመናገር አዘዘን ወአዳኢ አልአማና ይህም አክላቅ ነው አማናን የተሰጠንን አማና እንድንመልስም አዘዘን ወሲለት الرحيم ዝምድና ለእንድንቀጥል وحسن الجوار ጉርብትናችን እንድናስተካክል ወከፊ ወልከፊ عن المحارم وحقن الدماء የሰውን ደም እንዳናፈስ ከለከለን ونهانا عن الفواحش وقول الزور ከመጥፎ ነገሮች መጥፎ የተባሉ እንድንረቅ وقول الزور يحسد مسكرنت اندانسد كلكلن واكل مال اليتيم يتيم من حق አባቱ የሞተበትን የህፃን ልጅ ንብረት እንዳንበላም ከለከለን ወቀስፍ ልሙሕሰናት ቁጥብ የሆኑ ሴቶችን በዝሙት እንዳንተቻቸው እንዳንወነጅላቸው ከለከለን ስብሓንላህ ወአመረና አንናዕቡድ አላህ ወሕደሁ ወላ ኑሽሪከ ብህ ሸይአ አላህም ብቻ እንድንገዘው በሱ ማንንም እንዳናመልክም አዘዘን ወአንኑቂመ ሰላ ሶላትን አቁመን እንድናቆማት እንድንሰግዳት ወኑእት የዘካ ዘካንም እንድናወጣ ወነሱመ ረመዳን ረመዳንን አስተካክለን እንድንጾም ፈሰደቅናሁ እሺ ብለን ተቀበልነው ወአመና ብህ በሱም አመንን ወተበዕናሁ ዓላ ማ ጃአ ብህ ምን ዕንድላህ እሱ ከጌታው ባመጣው ነገር ተከተልነው ፈአሕለልና ማ አሕለለና ለእኛ የፈቀደውን እንዲፈቀድ አደረግነ ወሐረምና በራሳችን ላይ ክልክል አደረገን ማ ሐረመ ዓለይና በእኛ ላይ ክልክል ያደረገውን ነገር እንዲህ አይነት ውብ بسوء سنة مقبار سنز فما كان من قومنا أيها الملك إلا أن عادوا علينا هزبو تشاتشن دينت بسوء سنة مقبار مع ذاتشن سيايو النسو كنبر نبس المت موتاتشن سيايو تقوتون إن يالي تألات النتاتشون أوجو فعذبونا شديد العذاب كبالي هنن كتاتو تشن يام مقتات جمرو كأمنتاتشن لملسون يهني على فلما ظلمونا وكخرونا سيشنفون سيرتون جزي وضيقوا علينا مريت سيطبوا بن وحال بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك امنتاچنا بنيا محل سيغبو انتم مرطنه ودانت هاجر متان واخترناك على من سواك كانت وچ قالو نغستاتوچ هاجروچ انتن نبيو مرطو لنا ودانت متان ورجونا الا نظلم عندك ካንተ ዘንድ እንደማንበደል ተስፋ አድርገን መጣናላቸው ነጃሺ ጃዕፈር እንዲህ ሲያናግራቸው ልባቸው ተነካ ኡሙ ሰለማም ትላለች فالتفت النجاشي الى جعفر بن ابي طالب وقال ወደ ጃዕፈር ዞር قال لنا نجاشي من قال هل معك شيء مما جاء به نبيكم من الله كالله ዘንድ ይዞት የመጣው ቁርአን አንተ ዘንድ አለ እንዴ አላቸው قال نعم او قرانا ዘንድ አለ فقر علي اسكان ببلني على فقر علي جعفر بم يامر دمسو سورة مريم يمريم مأراف أن ببلاتشو سل زكريا سل زكارياس سل يحيا سل مريم يكفون أنكس بسرعات أن ببلاتشو كاف هايا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا سل زكارياس تاريك سل زكريا سل يحيا تاريك ترك اللاتشونا كزام ينجاش اللب የበለጠ እሳቸው ነሳራ ክርስቲያን ደመሆናቸው ስለ መሪም የሚናገሩን የቁርአን አንቀጽ በሚያምር ድምጽ አነበበላቸው واذكر في الكتاب مريم مريم بمصحف وسط اوسط اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا كبيت سبوت شام تليتا
ودم السراك أو كفل بهدش كزي فاتخذت من دونهم حجابا كأن السم تكل لبتن مقار رجابت عالش كزي فأرسلنا إليها روحنا جبريل نمود الصلاة كنو فتمثل لها بشرا سويا سو مسلو قلس أبلو طيات قالت بلالج إني أعوذ بالرحمن منك إني بأزاني كيتاب كان تتبك علو إن كنت تقيا اللهم تفرحكون إن دات كربني علتشو ملأك جبريل صا ملأك أمون ولا وكاتشم قال الصبر علت إنما أنا رسول ربك إني كوكا جيت زايزا دي تلاكو جيت أشملك تنياني لأهب لك غلاما زكيا بسوء يهون اللج نبي عيسى يسوس اللي ستشتيم الضوء سبحان الله لأهب لك غلاما زكيا قالت الصعب العلج أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا بل سينكا يالا قبوسهن أمن زرام سالهن اندي تلجلين ورني جلال دنقلناتا مريم عليها السلام قال جبريل من برو على كذلك قال ربك هو علي هين جيتاشم نزيوه على إيه لنيك اللالو عنشن سو ساينكاش عنش دنقل اندونش عنش دجند تولج ما درق ولنجعله آية للناس لسولج نبي عيسى تأمر لنا درقو فلقن ورحمة منا كن يامزند ازنتي وانزند وكان أمر مقضيا نقرهم بيتوسننا علينا كالله زي مدعون منفس روح ودمري من الفبات جبريل وطا إيهن ميامر تاريك بميامر دمس جعفر سيانب بالله شو قالت أم سلمة مثل علج فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته بالدمع نجاشي قلشات شو سيمات شو بأنباس كيرس درس ألكسو من ينسوا متككلين يوم أسعف اندي قلونا ميازو وبكى أساقفته حتى بللوا كتوبهم نزام كقوني نبروك أساستوش مسعفو تشاتو سكيرس درس بأنبات راتشو سبحان الله وهنا قال لنا النجاشي كزام نجاشي ودنيا زر لنا من عالم باون ترارقو إن هذا الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحد إن أنت نبي محمد يامدت وملكتنا نبي عيسى يسوس زوتي مدت وملكت كأن دفانوس نمي فنجو كأن دمسكوت نميوت أو بلو على نجاشي ثم التفت إلى عمرو وصاحبه كزام ودى قريش لؤكان وشو دولة تزر لنا وقال لهما بلو على تشو انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما أبدا لن أنتال ستأتشهم بلوط على تشو لك من تلالتش أم سلمة بزيه دل أشنفا كنجاش دوتان عمرو بن العاص تقطوس لنبر فكروا بن وطالتش نقامت عنا نجاش اندي تألاتشون هما درقوالت علنا كزام عبروتين برو عبد الله بن ربيعة من قالوا توبك النسكو إنهم بالله ينم بأمنة بالله ينم وجنو تشجنا تشو لنا جا شيء ده زرعت الله تشوالو عمر بن العاص من قاله لا أيهن مال والله لا أقولن له لنا جا شيء نجمت تشلوالو إنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد عيسى ابن مريم مريم لج عيسى كو باري أنا ونميلو تندمان يوم سو بيّنه الجمن أقرال فلما كان الغدو دخل عمرو على النجاش وقال له كزام ببنقاو تعثد النعم ولا نجاش قبته أيها الملك أنت نقص أي ألو إن هؤلاء الذين أويتهم وحميتهم نزي كللانات ألا يستقعات يستقعات يزبوتشكو يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما سلا عيسى بن مريم كو متفوق علي النقرال كبادي هنا قال ترانات أيك أتشوالو نجاش يعني ده نقطة قالت أم سلمة مسلمة مثل علج إيه زينا لنجاش اللي درسوا سناك ده نقطة كباد مكري وردب المسل مثل علج كزام تسب السب النار سب السنق عقرنا ماذا تكونون في عيسى بن مريم إذا سألكم عن كل ملك نقص استيقاتشو سلا عيسى من بلاتشو لتنا عقرونو قالوا اسم لو بدفرت من علو والله لا نقول فيه إلا ما قال الله الله سبحانه وتعالى سلسل يتناقرون جليل أن لم ولا نخرج في أمره قيد أنملة عما جاء به نبينا نبيك استمارون سل عيسى أن ننقرم يفلق نقرهن وليكن بسبب ذلك ما يكون بفلق أقر عبارة نجي تقني النتي إنسان نجي حق لهم أن ننقر بالله لي ممكات أونتنا وضع الله كان تقانونا ثم اتفق على أن يتولى الكلام
عنا جعفر جعفر ندينا قراهنم هلا فينا تسطنو كزام تسبسب سند اندتنا انتو مدركم ياسفرخنو نجاشنا يسو بالدربوش بيتو مولتو تدرسن عمر الناس سمع بروحلو فلما سرنا بين يديه بادرنا بقوله ወደ ነጃሽ እንደገባን ተቻኩሎ ነጃሽ ጠየቀነ ማዛ ተቁሉነ ፈዒሳ ኢብኑ ማርያም ስለ ዒሳ ኢብኑ ማርያም ምንድነው የምትሉት እናንተ فقال له جعفر بن ابي طالب جعفر من علا انما نقول فيه ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ان يا نبياችን ያስተማረን ነው ምንለው ሌላ እንለም ማለ فقال ነጃሽ ومن الذي يقول فيه ምንድነው ሚለው እናንተ ነብይ እስኪ ንገሩኝ فاجاب جعفر جعفر من علا انه عبد الله ورسوله نبي عيسى نبينا يا الله ملكتنيانا بارياو لا الله بارياو وروحه وكلمته التي ألقاه إلى مريم العذراء البتول دنقل ودهونتشو مريم يسترالفو يهون قالونو مريم دنقلات هون ألو عيسى سوهون وتدني فلما فما إن سمع النجاشي قول جعفرين جعفر النجاشي سمع نجاش تقربنا حتى ضرب بيده الأرض مريت دبدبنا وقال بلوال والله ما خرج عيسى بن مريم من عما جاء به نبيكم مقدار شعرة إن أنت نبي زوتي وتوكم ملك تسل عيسى يتناقروا عيسى كهونو ما ينتو أنصار يسأقور كغنة يعلم قالوا الدام أو عيسى نبينا يتكبر يا الله ملك تنيانو كدنقلوا مريم الله هون بلو يسفترو يهون قالونو نجاشي هنسي ناقر كزي عملك هكتوج وطا بلو يامنو ينبرو يتوصنو كساوستوج فتناخر البطاركة من حول النجاشي أقوم قومو سيقروا مرمو فقال نجاشي من على وإن نخرتم بتقروا مرمو كوا حقو إهينو أناد بسبسو ثم التفت وقال اذهبوا فأنتم آمنون بلو هدو إن أنت السلامناتشو من سبكم غريم ومن تعرض لكم عقب إن أنت بتنكو لدرس باتشو يكتال يسد باتشو يترزال على نجاشي كبار دقاتي درس باتال على ووالله ما أحب أن يكون لي جبل من ذهب وأن يصاب أحد منكم بسوء ثم نظر إلى عمر وصاحبه وقال كذا نجاشي من على والله على ترارامي هالورك انكوا بيساتوين እናንت ከናንت አንዳቹ በችግር እንዲነካ አልፈቅደም እናንت ጥሩ ሰዎች ናችሁ ብዙዋን ሰዎች ናችሁ አለ ከዛም ወደ ቁረሽ ሉካን ዞራልና ምን አለ رد على هذين الرجلين هداياهما لنزي አመጡ ስጦታዎች መልሱላቸው فلا حاجه لي بها اني الفلقوا مالو نجاشي አባሩ እነዚህን ሰዎች ሰደዳቸው ተቆል ሙሰለማ ምን ትላለች فخرج عمرو وصاحبه عمرنا ጓደኛው እነዚህ ሁለት የቁረሽ ሉካኖች مكسورين مكهورين يتشنفوا يتواردوا ሲሆኑ ከነጃሽ ወጡ اما نحن انما فقد اقمنا عند النجاشي بخير دار مع اكرم جارين ከታላቁ ጎረቤት ከነጃሻችን ከተከበረችው የሐበሻ መሬት ላይ لزمنات بسلام تكمتن تلالج قضى جعفر بن ابي طالب هو زوجته في رحاب النجاشي 10 سنوات آمنين مطمئنين جعفر رضي الله عنه بالبيتم أسماء أبرو سقهونو يسلام أير يتنفسو كنجاشي تلك لأسر أمتهال بسلام بترهني تتكمتو ورزك خلالها بأولاد اللهم سست لجوتشن زتشن ناقر حبش علي يتوبيا وست اندي ولا درقو عبد الله ميبالج الله لقسو محمد ميبالج لقسو وعوف عوف ميبالملج ينزي سست لجوتش اتبت زتش عبشا مدراتش لينو يتكبرو وأسلم النجاشي على يديه نجاشيم يا حبشاو تعلقوا نغسم فتحوا نغسم بجعفر الجسلم ان تقبل تاريخ النجاشي سفينو الله كان من الله زين تركوالن وفي السنه السابعه للهجره غادر بلاد الحبشه يا حبشا مريت لكو جعفر ود يثرب ود مدينه اكنا فلما بلغها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لتويه من خيبر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر مالتك يهوداوش قاعد الرقو تقرنة نبار يهودوش مسلم وتجلي عطاكو سيلو تدرس باتشو النبي صلى الله عليه وسلم قبتو إن السمش يقول شافرسو بزو يهونا غنائم يطور مركويزو ودى مدينة يتملسو نبار
جعفر لك خيبر تكفتو مسلمو تلك دلتا قناس فوسي ملس جعفر دقمو كحبشا مدر مسلمو تشنيزو ودا مدينة ودا نبيو يمت أنبر ففرح بلك جعفر فرحا شديدا حتى قال نبيو اجقبت عم تدستو منالو ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا ألاكم بيت يوندون كني بت عم تدست كت بفتي خيبر أم بقدوم جعفر سبحان الله خيبر بما شنفاته بما كفتاته ويس جعفر واندمي بممتاته بيت يوند تدست كوالاك أمالو جعفر ممتعتن كتالاكو يتقرنت شنفت ما شنفك أودا الدارود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تكن فرحة المسلمين عامة والفقراء منهم خاصة بعودة جعفر بأقل من فرحة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يا مسلمو دستا بتالي دقمو يا مسكينوچو يدهاوچو دستا دنبر يعلف نبر كرسولي تنعنسى النبر فقد كان جعفر شديد الحب على الضعفاء كثير البر بهم لمسكينوش لدهاوش جعفر بتقام ازاي نبره نبي صلى الله عليه وسلم همسكينوش قال لون تسسر سيايو ابو المساكين يهي مسكينوش عبات من السماوات تولتال بتقام مسكينوشين يود نبر ابو هريرة صلى الله عليه وسلم قال له كان خير الناس لنا معشر المساكين ابو هريرة من قال له لن يالدهاوش جعفر انديت يالا خير الناس ونبره فقد كان يمضي بنا الى بيته فيطعمنا ما يكون عنده كسو زند يالون بيتنا دنا ابررو نبلالن مغبو سيالق اقاونا قربن ترق ادرغن يبيتو يالون مغب اندال نبلا نبر انديت ياله شر سو نبر يلالو ابو هريره رضي الله عنه كزام جعفر مسلموش تسبسبونا بزا 10 عامت است ياسلفوتن تاريخ يتركولت جبا وقد امتلا نفس جعفر روعه بما سمع من انباء اخوانه المؤمنين الذين خاضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه بدر واحد وغيرهما من المشاهد والغزوات جعفر تاريخ النقروت كنبي صلى الله عليه وسلم قا بدر طورنت لي تكناجتون دل احور طورنت لي ليلوچن متلايو طورنتوچ قا كنبيو قا يتساتفوتن ينقروت مسلمو يتغناصفون دل مسلمو لا تقيمطاون انديتا اسافرو اندملسوت سينقروت ياسلفوتن دعوا زمن جعفر بدستا لبو فنتزع وفاضت عيناه دقم مالك اسجمرة بالدمع على الذين ماتوا في المعركة السوس هاي متى بزع السرامة تست زين على الرسول من دعونه موبايل إلا من إلا بسرامو سيموتو بزوش صحابة وشالو بطرنة ودم علي عندنا حمزة يمسلو بزو بزوش إن زان سوش دقم مالك سما مالك اسجمرة وطارت فؤاده شوقا إلى الجنة وأخذ يتحيئ فرصة الشهادة نفسه لجنة قوكواج نزان وندموش مكنا عن يتنفك الدنيا لي سيوتا شهيدونو بأ الله من قد مسواتون موتاتن قوكوا جعفر لم يطل مكث جعفر بن أبي طالب في مدينة بزوم مدينة على التكمتة ففي أوائل السنة الثامنة للهجرة جهز الرسول صلوات الله وسلامه عليه جيشا لمنازلة الروم روموج ودولة متوشيط أوريزو مسلموج لياتكون دهن نبي الرسبت كزام سراويت سستش سراويت أصر لفنا زيد بن الحارسان مري جنرال بمادرق ودروموج طورنة لاكواتشو مسلموج أقواماتشن هنو ما ننم قاننا نكام سيمت أبنقن نكالح كلالن كزام نبي لا طورن سبسبنا من مريع ستو إن قتل زيد لزيد وبانديراوني ستو تيماري نتون جنرال نتون السوكة تقدل أو أصيب ويمكة تقدى فالآمر جعفر بن أبي طالب جعفر بانديراوني زال جعفر دمو كتقدل عبد الله بن روحة الله نقرأتشون قدي عبد الله بن روحة يازو كزاوج جن سوسون كتقدل فإن قتل عبد الله بن روحة أو أصيب فليختر المسلمون لأنفسهم أميرا منهم كان الناس محل كسراويت محل متفلقوا المسلمون مريع درقاتشو مرطوب لو سراويت بسلام شنيت فلما وصل المسلمون إلى مؤتة ودمي بالو يروموتشو قامي قنان يبتيت أور أودم علي عند درسو روموتش ولت متوش شيت اوريزو متوال متوش ميغافط متوش تطباباقي مسلموتو 3000 بتشاناچو بتشا الله لي توكلو غب مسلموتو مدغفياچن هايلانا هاي ما نو الله سبحانه وتعالى ولا حول هايل لنم
ብልሃት የለንም ወላ ቁወተ ኃይል የለንም በማ ኢላ ቢላህ በአላህ ቢሆን እንጂ ሙስሊሞቹ ገቡ ጦርነቱ ተፋፋመ ዘይድ የጦሩን ባንዲራ ያዘው ተገደለ ከጁ ላይ ሳይወድቅ ጃዕፈር መጣና ባንዲራውን ተቀበላት وحمل الرايه واوغل في صفوف الروم وهو ينشد نشيده يغطمه زيما ياله جعفر ينس سلفوش يقدد ودرو مش كبا يا حبذ الجنة واقترابها طيبة باردة شرابها والروم روم قدن عذابها كافرة بعيدة أنصابها علي إذ لاقيتها درابها جنة كو قربج يا چطوريتوا متطوا كسكا زيونة شواغر رومو چدقمو متو نزيك هديان لاقين يا چوجي افال لما اللو يالا يا راسون ميك اسكسو قطم يالا جعفرو دت ارنو تقبا بات عم تتاقلا باندراون يزو يتاقلال كبستك اني متو ناك اني جون قرطوت بقراجو باندراون يازا اهون متو ناك قراجون قرطوت بولت ተከሻዎቹ አጣብቆ ባንዲራውን ያዘ የኢስላም ባንዲራ ለለመታል መጡና በሶስተኛ አንገቱን ቀሉት ጃዕፈርን ያኔ አብዱላህ ኢብኑ ረውሃ መጡ ተቀበለ አብዱላህ ኢብኑ ረውሃንም ገደሉት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ሶስቱ ከተገደሉ ሌላ ሰው አድርጉ ብለዋል ታውቋቸው ነበር ነብዩ በለገ الرسول صلوات الله عليه مسرع قواده الثلاث የሶስቱ መሪዎቻቸው ጀነራሎች መገደሉ ጅብሪል መጣና ከሰማይ ነገራቸው የጦርነቱ ክስተት فحزن عليهم اشد الحزن وامضه በጣም አዘኑ ተከዙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال صحابون الزاو مدينه ላይ ያለው ሰበሰቡና ምን አሉ اخذ الرايه زيد فاصيب زيد ባንዲራውን ያዘው زيد ተገደለው ثم اخذها جعفر فاصيب جعفر ከዛ ተቀበለው ተገደለ እንግዲህ ጦርነቱ በጣም ሩቅ ቦታ ነው ጅብሪል መጥቶ ነግሯቸው ነው ثم اخذها عبد الله بن روحه فاصيب ከዛም عبد اللهም ተገደለ وعيناه تذرفان ነዛን ውድ ወንድሞቻቸው በማጣታቸው እያለቀሱ حتى اخذ الرايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه ከዛም በኋላ ሙስሊሞች ይመረጡ ተብለው ሙስሊሞቹ ማንም መረጡ خالد بن وليد يا الله ታላቁ ሰይፍ ተባለው خالد መረጡ الله በስውጅ ጦርነቱን ድል እንዲቀናቸው አደረገ نبي صلى الله عليه وسلم وانطلق الى بيتي ابن عمي جعفر ابن ابي طالب ودا جعفر ودا اغوتاچو لج بيت ودا جعفر اقنو كزام فحيا بيت سبون متون السلام عليكم بلو طرو بيت سب اباتاچو ماموتاچو نالوقوم وقال اتوني باولاد جعفر اسكي جعفر اللجوچن امطولني يالو ان زحبش علي يادغوت ان محمد ان عوف ان عبد الله متولاچو نبي صلى الله عليه وسلم فاكب عليه تدفى اباتچونا وجعل يتشممهم ያሸታቸው ገባ وعيناه تذرفان من الدمع በንባ ጉንጫቸው ይረግፋል ከዛም አስማ ምን ትላለች ጃዕፈር ባለቤት ያአላህ መልእክተኛው አልኳቸው ይደረሰ መጥፎ ዜና አለ እንዴ በጃዕፈር ላይ አልኳቸው قال استشهد اليوم او زاري مؤتى لي شهيد سمعته متجدل علىت አስማ ማልቀስ ጀመረች ልጆቹ ፊታቸው ላይ የነበረው በሻሻ ነጠፋና ጸልመት ወረሰው አማ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فمضى وهو يكفكف عبراته ويقول ነብዩ ያለቀሱ ትለዋቸው ተሰናብቶሩና اللهم اخلف جعفرا في اولاده ጌታዬ ለጃዕፈር ለልጆቹ ሰው ተካለት اللهم اخلف جعفرا في اهله ለቤተሰቡ ተካለት ይያሉ ነብዩ ያለቀሱ ተመለሱ ተላለች ይህ ታላቅ ጀግና ህይወቱ በዚህ ተጠናቀቀ ከዛም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሳወቃቸውና ምን አሉ ራአይቱ جعفر في الجنه يطير مع الملائكه جعفر الجنه ውስጥ መላእካን ጋር ሲበር አየውታሉ ሁለት እጆቹ ተቆርጦ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት ክንፍ ሰጠው ጀነት ውስጥ የሚበርበት يطير بهما حيث ما شاء له ከጀነት የትኛው ግዛት ላይ ይበርባቸዋል جعفر انديت معرق التسطو وكان ابن عمر اذا سلم على عبد الله ابن جعفر حبشالي لتولدو عبد الله سياغنيو ابن عمر السلام عليكم سيلو من يلو نبر السلام عليك يا ابن ذي الجناحين انت يا ولت بالكم في لجوي اباته بالا ولت كم فار الجنه است اندمن الله يلو نبر جعفر الدنيا بزي ملكو لكك رضي الله عنه جنه است الله ابرو يسبسبن اسكيهون جعفر بالاختصار ما حفز ابن شلاتش جعفر هيوت باتر اسكين كان عندنا هو اخو علي واكبر منه بعشر سنين يا علي وندمنا جعفر بعشر عامتم امي قدمو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم
ينبي ياغوتاچو يا ابو طالب لجناو جعفر رضي الله عنه هو يشبه النبي صلى الله عليه وسلم نبي بملك ميمسلاچو تعلق صحابانو رابعا ارتنيا هاجر الى الحبشه مع زوجته اسماء كم يودات بالبيتو غا زچ مدراچن حبشه لي هجرة سدت مطال وهو الذي كلم النجاشي نيابة عن المسلمين مسلموت فنتكتو نجاشي نيالناقرنا نجاشي مسلمنا نجو لي يتكبلو باتسو معنو جعفر لو قدي حبشا إتوبيا يقول لات شنم أقرنات يمسلموت شم ينصاراوت شم تفاقرا تبابرا بنور اللب إن شاء الله وقضى 10 سنوات في أرض الحبشة ورزق من خلاله أرض الحبشة لي إزج حبشة مرت لي سوسلج الله وفقه تال السرامة تمتكم طال محمد عبد الله أن عوف مبالو جوتشن الله لك بسوتال باترون لنزانو سمنتنيا لكي بابي أبي المساكين نبيو يمسكينو تشابات بلو يسيمو ثمانو جعفرنو إن شاء الله إن فزعت شو زدانينيا واستشهد في غزوة مؤتة يتساته باترونة مؤتة متبالن بزوم سماعت هنو ود الله أنت جناي طال وأخيرا أسرنيا لكي بابي ذي الجناحين بالولة تكنفو تبلو سيامي تسد أمانو جعفر رضي الله تعالى عنه اسكي تاريكو جنة فزاتشو لليو جم الناس تمراتشو أبزانيو جاباتوش إنيام تاريكاتشو لنبيون بالدربوش إيه نبيات تاريكا ناقام يتلاي يقلقو السجوال سموش ناقال أني اندك الديات جاوتوين عند أبات لجاتشو سلامو بتمرتي توست إمارال كزامي هيرج بتأهم سنفس له هنا تمرتي بيت ليهنسو السنابتوت أبات تقود لمن الناس سنابتا تشطول تمرتي السيمتا لجي وقاتو دكامانو اياكم لزاني ابارم انديت بلو يني يا مهرو لج يني يا عالمو لج لجي من الدنيا طفو سكي تيوكوت كفيت ياي تياكي انتيكو مسكر تفلقال اون تياكي عمتونا لازي هيس اللج منالو ممهرو كا اولو العظم الرسل كأمستو تالالاك يا الله نبياتو تشالو نبيات شلن إبراهيم عليه السلام عيسى عليه السلام موسى عليه السلام نوح عليه السلام نزي تلالك نبياتو شناتشو عليهم السلام أجمعين كان نزي وست عندو انتك أسألو ممهرو يهيز قال لجمعك أونا قريل لم فرعون على فرعون سيل أباتي يتكبلنا عليه السلام على. فرعون قدي يا الله تلات يا نبي موسى طلعتني لبا لعنه الله عليه الله يرجمه نبر ميبال عبات من على عليه السلام على عبات معكم لجمعكم سلادينو سلازي نزين تاريخو شمنا قرباتشو للجوچاچن ترى نغر كمنا وراچو امنتاچو ندياكو يا نبيو بالدروبوچ ندياكو نو سلازي لجوچاچنن نستمراچو ان شاء الله انقدي عند تلمدو ودمج الرشو من نايو كفل الاشراقات من القصص كتاريكو استمرتون وسدالن نبياتي صلى الله عليه وسلم حديث لين دالوت اصحابك النجوم يني بالدربوش عند كواكب تناتشو بأيه ما اقتديتم اهتديتم ما ننب تكتلو كناتشو نمراتشوال هلون بسوان نبرو رضي الله عنكم اجمعين هي جعفر من ان يملكتنا كسو هوت من مارو نغري نورنال جعفر ميتقمن هوت مسمرالن اسكي نكتاتل عندنا كجعفر هوت من مارو التوكل على الله والاعتزاز به بالله لي متقف بالله من مكه تسينا جعفر اونته سياوطا اونته سيناجر الله لي نبر يتقفوا نجاشي طيقوا لمن دون جماعه تنسوت ما تسجدوا قال نحن قوما لا نسجد الا لله لا الله انجي لنا ما نسجد انيا حزبوشنا اني سوش تملكت سدتنيا ناتشو نجاشي تقطو لنا لقريش لو كان بيسطاتشو قطقطو نو ميجلواچو بزي اطابقين يوصلو كن الله لي تدقفو الله يتدقفو بتم الله بل انسون بسلام كذا ما نور اسالفو نجاش اللي سلم أدرك الله سبحانه وتعالى سزي الله لي نمكا ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنون مؤمن كوناتش يبلعينا شبرا الله سبحانه وتعالى سلزي موت أن موتاتم الله يسأفو بهن نجي لا تموتوا إلا إذا كتب الله عليك الله كسأفو نموتوا حقا بموتاته موت أي متأبهم لزانوا علموش من الالو كلمة حق ونتنيا قال حق من ناقر لا تقطع رزقا ولا تقرب اجلا موتنا اقرب رزقنا ما ساتا انا نونت بيناجر كسرام يبارر ونت بيناجر لموت ميدارق يسوال ادل الله يصاف لنا زينو ميفسمو اني عندي كسات بزمنو يتكسات لنغراچو عند سو كامستنيا فوق لي تمزغزغو ده مريت يودقال ساحسبو
እንደ እንግዲህ ምን ተጠብቃላችሁ ወጆ ተከሰከሰ ነው የምትሉት ይህ ሰው ግን በሁለት እግሩ መሬት ላይ ቆመ አላህ እንዲሞት አልፈለገም አበዚህ ክስተት በሁለት እግሩ መሬት ላይ ቆመ ከዛም ፊት ለፊት የነበሩ ህዝቦች ተገርመው ጮሁ እሱም ተደስቶ ምን አለ والله لا اسقيانكم بيبسي بيبسي ነው መጋብዛችሁ ይያለ አስፓልቱ ሊያቋርጥ ሲሮጥ ከርቀት ምትመጣ መኪና የሰው ተቀበለችው ወደ ላይ አነሳችው ህይወቱ በዚህ መኪና አለፈ ከዛ ወድቆ እንዲሞት አልፈቀደም እድሜውን የጻፈው አላህ በዚህ እንዲሞት ነበር አንተ ምትሞትበትን አታቀው እውነትን ተናገር ሐቅን አድርስ አንዴ ሙዕተሲም የሚባል ንጉስ ከሙስሊሞች ነገስታት ውስጥ አንዴ አንድን ሰው እስር ቤት ውስጥ አጉሮታል ሊገለው ፈለገና ለእስር ቤቱ ጀነራል ደብዳቤ ጻፈ ላዩስለበን ይሰቀል ብሎ ጻፈለት ዩስለብን ይሰቀል ብሎ ላከለት ከዛም ይሄን ወረቀት ወስደው ለጀነራሉ ይሰጡት ይሄ ጀነራል እስረኛውን ፈታና ለቆ ሰደደው ነጻ ነው ብሎ ሰደደው ከዛ ንጉሱ የንዜና አሰማ ተቆጣና ጀነራሉን አስጠራው ምን ነው ይሰቀል ብዬ ብጽፍ ሊገደል ብል ፈተለቅኩ አለ እንዴ ንጉስ ወይ የጻፉትን ይመልከቷ ይለቀቅ እኮ ነው ቢል ንጉስ ያየው ይጥላቅ ይለቀቅ ሚል ተገረመ እሱ ይሰቀል ብሎ ነበር የጻፈው ከዛም ብዕር እንደገና መጣና በል ዩስለብ በል ይሰቀል ብሎ ደብዳቤ ላከ ጀነራሉ አሁንም ሲደርሰው ይሄን ሰው ፈቶ ለቀቀው ንጉሱ ተቆጣ አስጠራው ጀነራሉ ይሰቀል ብለ ፈታ ተለቀዋል ንጉሱ የጻፉትን ይመልከቱ ንጉሱ ሲመለከቱ በል ይጥላቅ ይለቀቅ ነው ማለት ንጉሱ ተደናገጠ አሁንም ብዕራ መጣና ጻፈና በል ለዩስለበን አጽንኦት ሰጥቶ ይገደል ይሰቀል ብሎ ጻፈ ጀነራሉ የወረቀት ሲደርሰው ፈታና የንስረኛ ዞሮ ለቀቀው ንጉሱ አሁን በጣም ተቆጣ ጀነራሉን አስጠራና መውቀስ ጀመር ንጉሱ የመጀመሪያ የጻፉት ይመልከት አለ ሲመለከተው በል ለይጥለቀን ይለቀቅም ይለው ከዛ ሙዕተሲም ሚስጥሩ ከአላህ እንደሆነ ተረዳና فقال فمن اراد الله اطلاقه لا يقدر المعتصم اسلامه الله ፈቶ ሊለቁ የፈለገን ሰው እኔ እኮ ልሰቅለው ልገለው አልችልም ልቀቁና ስለዱልኝ አለ سبحان الله التوكل على الواحد الديان بالله لا يمدكف انت اجله الله كصفبنم تو نو حقا بموتات اتجدلم ثانيا كنجريك جعفر هيوت كم من مارو تلكو تمرت جعفر ابو المساكين نبر يمسكينو تشابات نبر كيف نحن مع المساكين والايتام انياس انديتنا كمسكينوچ كچغروميوش كا نقرباچوالن نرداچوالن راساچن نطيق الله سبحانه وتعالى حديث القدسي لي مندنا ميلو يا ابن ادم انت ادم لج هوي انفق لجس انفق عليك لجس سندلان ست اسطحالو ما كافل علبن عند تلك عالم بتام ميغرماچو بيتاچو لي امواچو تنيتو ياله بيتسب طرو مغب اندياززاجولاچو عززو በጣም ይወዱት ምግብ ነው ተዘጋጅቶላቸው ሊበሉ እንደቀረበ ሽታው እየሸተታቸው እጃቸው ሲሰነዝሩ በር ላይ አንድ ለማይ ተጣራ ያአላህ ምስኪን በር ላይ ቆማል ارحموني يرحمكم الله እዘኑልኝ አላህ ይዘንላችሁ አለ ይሄ ትልቅ ሰው ምን አሉ ትልቅ ያአላህ ባሪያ አንሱና ይሄ ምግብ ለምስኪኑ ስጡታል ቤተሰብ ተቆጣ አንተ አስፈልጎ ከጅላ ነበር ያሰራህ ባይሁን ትንሽ ተመገብለት لا ايهونم ان اكلته الى الحش وان تصدقته الى العرش ايهن مغب كتمغبكوت ود شنت بيت نو طاطاو ميهدو كصدقه كسطوت لمسكين كسطوت جن الى العرش ود الله نميهدلني ترف سرا قري سرا يهونلني علالو والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا اندي ادرغو نبر لاخراتشو ملكام سرا امياسقدموت سبحان الله نا مسكينوچنيا ملگس مچالالبن عند تلك عالم من يلالو لمان چگرنيا بري يالقومبت كن يوم اصيبت بمصيبه چگر مكرى يدرسبي كن نو مصيبه انگيدي مكينا مگچت بر مطفات بالفو بشير الصابر اللي تملكتنوال لك اندزا چگر درسوبنيال اسال الله يؤجرني على تلك المصيبه لدرسبي چگر الله اجرني كفلي مسكين بري لي يالقومبت كن بتام يازون يتكزو نبر ሰለፎች ምስኪን በራቸው ላይ ሲመጣ ችግረኛ ወደ እነሱ ሲመጣ ምን ይሉ ነበር مرحبا بمن يحمل زاد الى الاخره እንኳን ደና መጣ ስንቄን ወደ አኺራ በሚወስድልኝ ሳይሉ ነበር ወደሚቀጥለው ዓለም ምስኪን ማለት ሰጠው ማለት ከአላህ Subhanahu Ta'ala ዘንድ
جنزب تكمت الله مالتنا نقر قنيا اندانست شيطان الجاتشن أساسرو يزوتال الشيطان يعيدكم الفقر شيطان لن أنت دهنت نوك عالمي قبال لاتشو مسكينة قنت بر لساست يبيت كرا يرسا ويلاه أهون متدق ست دي يلجو تشيت مرتيت كفية كل مياستا وس دهنت نو الجاتشن أساسرو يزوتال لزانو نبيه صلى الله عليه وسلم حديث نمي لالو اندسو صدقة مسقوات أي ستم كسبا شيطان اكف من تفو يود أبيهن الجلال شيطان أساسرون مزعاس وطهم صالحوش بيتشاناتشو كزيج أو تطوم ميساتوت لمسكينوش سلزي إن لقس ومن الصدقة صدقة دق ممالت بزو أين تالو يتشقرن سيابة دركو سوال يعني عفو مالت راسو كصدقة مسكين سومة تبر تبدرة لكفل على الشالم سنة سابية هلو بلو يه صدقة أن تلك عالم كسلفو تشست بدأم أبتامناتشو عالمناتشو لهزبو بدري ساتوت نبار سرتو ميكفلاتشو عندي بات عم تاممونا ميت ايك اتشو صوت افا دي تدنا كتو يهو اللي هزب الميو الدنيا تقبالو كزان بيت سمنا بقروتش اي هلو سوكو سلا بدروت بدر سلا الكفل عينو تما يتفرتونو يكرالاتشو فقال اخص الله المان الذي منعني من اخواني دي جنزبنا الله واردو كون دمو تشيك لكلن ينجنزب قالو ناندن سو ترونا الدبابا يوته كني ادهال لبت سو نس ادرق يالو عفو بياس شوالو بالأوه جالو اي سو وطعنا كغلي بدر يالباتشو نس اناتشو تبلاس شوالو بلو عووجه مؤرخو تشواني لالو بزان كان مشيت يبراتشو قوامي تسبرو عدرا كميت ايك اتشو سو بزات اده نس اتبلويل ميافرو نقري لب يقباساتشو زيارة سبحان الله سوچين ابدرناچو ليون ይችላል ان لفاچو يقرن بلاچو نبياچن صلى الله عليه وسلم يا اندن دغ سو تاريخ يستاوسونا الحديث لي من يلالو اند دغ سو نبره نغادين ينغدال لم يسرعو سراتنيا من يلال ابدرو يتچغره سو سيمتا الفو الله سبحانه وتعالى ونجلاچن يمقي امقن يالفن زندي لو نبره نبيو منالو يي سو موتا الله سبحانه وتعالى ونجلون السم الفوت تبكوا من يلالو فتجاوز عن المعسر فتجاوز الله عن ايه سو نزي مسكينوچن دكاموچن تچغرو ينبروت الفا اللهم ونجلون الف يحلوا له ان لف الله يالفن زين ان شاء الله نبرتوچاچن لمسكينوچن ناكافل اني بتام لبين مينكن عند تاريخ الله نبي صلى الله عليه وسلم عندت بني اسرائيل زمن بدرو زمن سنبرش سيت تاريخ ينغرونال ايچ سيت بايكونومي دكامانات ቤቷ ለትበላት ያዘጋጀቻት አንዲት ጉራሽ ምግብ አለቻት አንድ ህፃን ልጅም በቅፎ አለ እቺን ጉራሽ ለትበላት ስትል ለማኝ በር ላይ ቆመና አልጁ አልጁ አረ ረሃብ ገደለኝ ارحموني يرحمكم الله ዘኑልኝ አላህ ይዘንላችኋል እቺን ጉራሽ አንስላልት ጉርሳት ነው እንዴት ብላት መገባት ካፏ ስለትከታት የነበረችውን አወጣችና ለዚህ ምስኪን ለገሰችው እቺን ጉራሽ ከዛም ከእለታት አንድ ቀን ልጇን አስቀምጣው ህዳ ተኩላ መጣና ልጇን ንክሶት ይዞት ወደ በረሃ ገባ ሴትና ተሩጣ እንዳደረሰበት አዘነች አለቀሰች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክ አላከህን ጻንዴ በላው ሊያደርግ ሀደና ይሄ መላእክ ካፉ ይሄን ጻን ልጅ አውጥቶ ወደ እናቱ ይዞላት መጣ فقال الملك ملائكه من قال انا رسول ربك انك جيت اشيت لك ملكتنيا نني ان الله يقرئك السلام الله سبحانه وتعالى سلام ميلشال ويقول لك بلوم ميلشال هذه اللقمه بتلك اللقمه اتشكو كتاكلو اف اوطتن يامطانو يلجش غراش يعني لمسكينو كافش اوطتش بسطشو غراش لي يغيرنشال لجشين كتاكلو اف ياوطانو كافش لي اوطتش بسطش اتصدقانو قراش بقراش لبوج شالو إلى تعالى الله سبحان الله زي إنيام بزوم ياسجرو نجرو شالو يزمن قراش الله أستجبات أون ميسفرانو كزي قراش عندن زند صدق نس الله كت كم يسفرانو نجرو الله إن دادنا سلزي جعفر كسيوت من وسلم النبر بتعمل الجاس بتعمل مسكين وتشازا ينبر يقول أبو هريرة من الال محتض النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من جعفر بن ابي طالب كنبي بحلاكو چماني ترغطا فرسني غالب يلم اند جعفر ياله تلك سبيلال ابو هريره تلاقو محدث بالجود والكرم
بلكسنا بستوتا كنبيو بحالا عند جعفر عينت سو علينا ميلالو ابو هريره رضي الله عنه سلازي كلاتنم سوتشنا كافل يمجرشاو كساعه طرت انصار حقيقه ايه لما زجاجت በጣም ብዙ ኪታቦችን ያገላበጥኩት ግን ለእናንተ ካንድ ካሴት እንደይበልጥባችሁ ነው ሶስተኛ ምናየው ከጃፈር ህይወት ምን ወስዶ አስተምሮት ምንድነው ባስቱል ወጅ ፊታችን የተፈታ መሆን አለበት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጃፈርን ሲገናኙ ምንድነው ያለው ማ አድሪ بأيهما انا اشد فرحا በየትኛው እኔ ደስተኛ እንደሆንኩ አላወኩም ፊታቸው በደስታ ተሞልቶ بفتح خيبر ام بكدوم جعفر በጃፈር መምጣት ይሁን በኸይበር ጦርነት ማሸነፍ ይሁን በየትኛው ነው በጣም የተደሰትኳሉ شوف እንዴት እንደተቀበሉት ከታላቁ የጦርነት ዘመቻ ጋር የጃፈር መምጣት በማወዳደር ከዛም ተቀረቡና فقبل بين عيني كعينوቹ ማልሳሙት ጃፈር ሰዎችን በጥሩ ፊት ልንቀበላቸው ይገባል وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث لي نبياችን ምን ይላሉ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق ወንድምህን በጥሩ ፊት መገናኘት እንኳ ቢሆንም አታሳንስ ከመልካም ነገር አታሳንስ ወንድምህን በጥሩ ፊት መገናኘት እንኳ ቢሆን በሌላ ሐዲሳቸው ለምን ይላሉ تبسمك في وجه اخيك صدقه ወንድም ፊት ላይ ፈገግ ማለት صدقه እኔ አሁን ይሄን ካሴት ለምትከታተሉ ሁሉ صدቃ እየሰጠሁ ነው ፈገግ ስል ኢንሻአላህ ስለዚህ ሁላችንም ፊታችን በሻሻ በፈገግታ የተሞላ መሆን አለበት የቆሎ ሻዕር ከጣመ ምን ይላል ያ ኡኸያ ኢነ ልብር ሸይኡን አይኑ አንተ ወንድሜ መልካም ስራኩ ቀላል ነው ወጅሁን ጠሊቁን ወከላሙ ለይኑ ፊትህን ፈታ ማድረግ ጥሩ መልካም መናገር ይህ ነው መልካም ስራ ማለት ስለዚህ ፊታችን ፈታ ፈገግ እንበለ ሰዎች ኢንሻአላህ እንግዲህ ከሞላ ጎደር የጃፈር ታሪክ ይህን ይመስላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ بسمانو من التكم يدرغن اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجمعنا مع صحابتي رسولك في جنتك ودار كرامتك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته